طب ما ممتاز، بس هو عشان بعيد عن الجزء اللي عاوز تتكلم. لدينا قوة حية في العالم العربي أستاذ حمزة. أنا عارف بس لا تيأس. بس في نقطة مهمة. نعم. كما لو كنت تقول إنه الصين ستكون بديلا لأمريكا. نعم. مش شايف المسألة صعبة شوية؟ يعني أنا أقول يتحرك أمير الكويت وتحركه مشكور، لكن السؤال هل الخليج في وضع يجعله يتخلص من علاقاته، مش هقول تبعياته، لأمريكا؟ صعب برضو يعني. يمكن صعب. يمكن يمكن أن يتخلص. قطر الآن متحالفة مع تركيا، تركيا لديها خلافات عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس حكومة الرئيس دونالد ترامب ولكن كنظام سياسي أمريكي. ها بالنسبة فيما يتعلق بجولن، بالنسبة لدعم أمريكا لقوات سورية الديمقراطية في سوريا، لدور تركيا في الناتو وكل الكلام. نعم. في خلافات. في خلافات. بس لا تنسى نعم. تركيا دولة أوروبية. نعم. يعني شبه أوروبية. هي الاتحاد الأوروبي يقف عقبة كأداء، وخاصة فرنسا وألمانيا. لكنها أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وأنا أقول لك اليوم تركيا ليست في حاجة إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو الذي في حاجة إلى تركيا. والله في جوانب كثيرة تركيا أفضل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وما اللي حصل؟ إحنا شفنا في الاحتفال بتاع الناتو الطيارة الجديدة أتاك مثلا، شغلات طيران روحية بتستعرض في الجو. نعم. أمام كل رؤساء العالم. نعم. وده إنتاج. نعم. عسكري. نعم. مهم. خلينا نرجع تاني لمنطقة بالنسبة للصين. إحلال. أيوة إحلال. نعم. وتبديل. الصين موجودة في العالم العربي. نعم. موجودة في الخليج تحديدا. نعم. نعم. موجودة، منتجاتها موجودة، اتفاقياتها موجودة. أنت بترى إنه في الاتفاقيات التي وقعها الشيخ صباح أمير الكويت. نعم. مع الصين نقلة سياسية ولا هي علاقة تجارية؟ وانت عارف ان الكويت اهل تجارة. انا اعتبرها نقلة نوعية. ايوه. لماذا؟ الصين معروفة من خلال دورها الاقتصادي والاستثماري في افريقيا. لمس الكويتيون والقطريون والعمانيون هذا الامر. الصين تستثمر وتعمر وتبني وتفيد وتستفيد. اليوم السياسة قائمة على تقاطع المصالح وتبادل المنافع. ولكن الصين لم تطلق رصاصة واحدة تجاه أي إنسان في هذه الدول التي تستثمر فيها. الصين لا تقتل، هذا الفرق الجوهري بينها وبين أمريكا. ولكن أمريكا تقتل وتدمر. صحيح. قتلت ودمرت بأشنع الحالات. في العراق وفي أفغانستان وفي كل منطقة ذهبت إليها. وأمريكا معروفة لدى العالم، لدى الأوروبيين، لدى الجميع أنها دولة تدخل عسكري عنيف، دولة انتقائية، مش احتلال قائم. نعم. ودولة قاتلة، ودولة تمثل إرهاب الدولة هي والكيان الصهيوني. ولكن الصين تختلف تماما. الصين تستثمر وتعمل مع الدول الأخرى وتقوي اقتصادها. ولم لا؟ ولم لا؟ ولم لا؟ تعتقد أنه قطر ستحزو نفس الحزو؟ يعني يبقى عندك قطر، نعم، الكويت، نعم، عمان، يعني هذه. نعم. الدول ستفتح مجال للتعاون، خاصة تركيا حليف قطر الاستراتيجي. تتمتع كذلك بعلاقات متميزة مع الصين. وهذا بالتالي انت شايف العالم بيتشكل ازاي؟ نعم. انا ارى ان الصين ستكون حليفا وشريكا استراتيجيا لدول الخليج العربي، وندع السعودية والامارات لدونالد ترامب لكي يحلبهما اكثر. ها؟ يعني ال 460 مليار الذي اخذها دونالد ترامب من السعوديين، الصين اليوم تستثمر هذا المبلغ تقريبا في الكويت. سليم، بس برضو. نعم. كمان انت ما تقدرش في الجغرافيا السياسية انك. نعم. تفصل قطر عن محيطها. طبعا ما تقدرش. يعني طبعًا. هو الجار جار، هذا صحيح. ده قطر. ولكن الجارة جارة على 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 جاره. الجار جار. نعم. ولكن الجار هذا او الجيران جاروا على جارتهم على دولة قطر.